السلام عليكم ورحمة الله جميعنا وبركاته. عدنا إليكم من جديد في سلسلة توب فايف مع الأسطورة أبو خليل في الاستديو الجديد. والله من زمان عنك أبو خليل. I miss توب فايف and I love توب فايف and I love you all also. And we love you أبو خليل. شكرا لكل ست وكل بنت وكل راجل حبيب قلبي. والله طيب يا أبو خليل، إيش توبنا في هذا الأسبوع؟ هذا الأسبوع توب غريب وفريد من نوعه عن أنميات فريدة من نوعها. حطوا خطين على فريدة من نوعها، في قصص جدا عظيمة. مو بلازم يكون توب فايف هذه اللي أفضل قصص في عالم الأنمي، لا، احنا نتكلم عن قصص فريدة من نوعها، في عمل عظيمة جدا مثل ون بيس، هانتر، ناروتو، عمل قصتها جدا قوية، ولكن بسبب انه في كثير من الأنميات يا انه أخذوا شوي من قصتها، أو انه بشكل عام ما هي فريدة من نوعها، لأن عالم الأنمي بنيت على هذول الأشياء، فاحنا حاولنا ناخذ الأنميات الفريدة بقصصها أو رسمها أو أي إن يكون، فاستمتعوا معنا في توب فايف هذا وإن شاء الله نطوع عليكم وخلونا نبدأ. فريق الإثارة والمتعة والتشويق، نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق. ونبدا بالمركز الخامس مباشره، وخلينا نشوفك ابو خليل ايش معك في المركز. في المركز الخامس عندنا انمي صحيح فريد النوع. انا مشكلتي الوحيده اني ما خلصته، ولا يمكن حتى حطيتها مراتب اعلى الامانه. انمي اسطوره ابطال المجره، انا يعني شفت منه يمكن 15 20 حلقه فقط، فصعب اني احكم عليه، لكن يعني اللي عجبني في القصه انه ما قاعد يظهر لي الجانب انه يعني انا شخصيا وانا اتابع القصه اللي خليها بالنسبه لفريد النوع، مره قلبي مع هذا الجهه مره مع قلبي هذا الجهه، يعني هي حرب بين ناس مجموعتين او زي كذا، وانا قلبي ضايع. تعرف انا قلبي ضايع، هذا شيء خلاه بالنسبه لي قصه فريده من نوعها، وما قد شفت قصص من هذا النوع، وهي نادره جدا في عالم الانمي، فاشوفها على الرغم من رسمه اللي كان قديم مره وسيء، الا انه يعتبر صراحه من الاساطير في عالم الانمي، فهو المركز الخامس بالنسبه لي. ابدعت حبيبي الله يسعدك. اما بالنسبه لي انا في المركز الخامس من انمي انتج عام 2017، انمي ميد إن أبيس أو صنع في الهاوي. الأنمي هذا تتكلم عن طريقة الرسم اللي صارت فيه، شخصيات غريبة كأنها أقزام نوعا ما، لكن القصة اللي موجود فيها توديك عالم آخر. رسم ترك فيها، نوعية القصة فيها، شخصيات اللي فيها، ممكن أنت تشوف الأنمي تقول إيش الرسم هذا، ليش أنا بتابع أنمي مثل الرسم هذا، لكن صدقني إذا شفت الأنمي هذا وعشت جو مع الأنمي هذا راح يوديك بعيد بخيال الأنمي هذا وقوة السونتراك والرسم الموجودة فيه. لعل الرسم غريب لكن الطبيعة فيه والأشياء اللي فيه جدا خرافية ورهيبة. ميد إن أبيس يستحق أن يكون من أحد الأنميات الفريدة من نوعها، ويستحق أن يكون في التوب فايف بالنسبة لي. وبعد ما يكون كذا انتهينا من المركز الخامس، خلونا نروح للأيش أبو خليل. نمبر 4. أما بالنسبة لي في المركز الرابع من أنمي أنتج في عام 2013، أنمي التحقيق الغريب جدا، أنمي اللي ما تدري ون إيش سالفته بالموضوع، أنمي دانجرومبا. الأنمي هذا تكلمت عنه في بعض الأحيان في التوب فايف، لكن الأنمي هذا اللي نص دب أبيض نص دب أسود، يتكلم في البداية عنه، تكلم عن دانجرومبا الأول في أجزاء كثيرة وفي ألعاب كثيرة إذا بتبحث في الأنمي هذا، لكن جمعوا أفضل طلاب في مجالاتهم، يعني على سبيل المثال أفضل طالب دافور، أفضل طالب سباح، أفضل طالب ألعاب رياضية، أفضل طالب رفع عضلات، بشكل عام جمعوه في مدرسة واحدة. يوم جمعوه في المدرسة الواحدة هذه وخلوه مدرسة مغلقة نوعا ما، ما يمديك تطلع منها. مو بس كذا، في قاتل في المدرسة هذه. فإذا تعرفوا لعبة أمونغ أس، هذا الأنمي من عام 2013، أنمي قديم جدا وأنمي قريب من هذا السالفة. لازم تعرف منه القاتل، لازم قبل ما يقتلكم القاتل تطلعوا منه، ولا ما راح تطلعوا من المدرسة هذه، أنتم محبوسين في المدرسة هذه ليه ما تعرفون منه القاتل. ونوعية التصويت القتل بأبشع ما يكون. العيب الوحيد في الأنمي اللي أنا ما أشوفه، مو بعيب، لكن بسبب عشان يقدر يعرضونه، لأن القتل فيه ترى جدا بشع. شيء غيروا شيء واحد، غيروا لون الدم إلى اللون الزهري فقط، لكن في بالمنشار تقطيع في مد عالمي دموي دموي، لكن كقصة وكطريقة كأنك تشوف كوميك. تخيل تشوف أنمي تحريكه كان تحريك كوميك كذا، صفحات كوميك، شيء رهيب، شيء رهيب. فأنمي دانجرومبا يستحق أن يكون في المركز الرابع بالنسبة لي. طيب يا أبو خليل، في المركز الرابع وبالنسبة لي، والله شوف يا جماعة ترى القائمة ذي بسم الله صعبة، ففي أنميات كثيرة بتذكر
حقولها فيما بعد يعني، بس انه تستحق تكون القائمة. لكن انا بحث في هذا الانمي او في هذا التوب انه يكون انمي نادر وما في شيء مثله، فعندنا من الصعب تلقى شيء او شيء يعني نادر تلقى مثله يعني نادر جدا. فانمي دورو هيدورو من الانميات اللي تستحق تكون في هذه القائمة بالنسبة لي، من حيث الرسم، من حيث القصة اللي ما تدري ايش تبي يعني. جد هو فريد من نوعه، ما تحصل انمي زي كذا، شخصيات كذا بين كوميديا بين غموض بين اكشن بين دمويه كلها موجوده في هذا الانمي. درو هيدرو هو نازل في 2019 لما غلطان او 2020 لما غلطان، واحد منهم ما ادري والله، بس انه صراحه من الانميات اللي يعني انا شفتها في هذا السيزون الاول حقه كامل، واشوفه يعني يستحق يكون في هذه القائمه من الانميات الفريده من نوعها. يستخدمون السحر، يستخدمون حاجات كذا، عالمين مختلفين، عالم في سحرة، عالم في ناس كذا عايشين في خراب ودمار. البطل السحلي ايش تبي اكثر؟ وما ادري ايش قصته لحد الحين، ليش هو سحلي جواته ادمي؟ لا ادمي، وش قصته يعني؟ في لحظة كبيرة، لكن قصة مميزة وفريدة من نوعها بالنسبة لي اشوفها. وكذا نكون خلصنا المركز الرابع وننتقل الى المركز الثالث. بالنسبة لي برضو من الانميات الفريدة من نوعها واللي يعني شدتني وبقوة، انمي درفترز. يعتبر صراحة من الانميات اللي مرة مميزة بالنسبة لي، وكانت غريبة جدا وما في منها كثير. طبعا القصة ايش؟ انه في عالم غريب ما ادري ايش اللي ابغى ما ادري فيه، وده الانميات سكاي ليفل اخر، اي عالم اللي سكاي ليفل جاب لك بطل ايش اسمه اساطير في عالمنا الواقعي. اي اساطير عالمنا الواقعي، نوبوناغا، واحد ساموراي، واحد كذا حق طياره، واحد كذا من عوالم مختلفه وكذا، وجمعهم في عالم واحد يلا عشان ينقذون هذا العالم من الوحوش. تخيل انك تجمع اساطير كذا في عالم واحد، يعني اقسم بالله مميز العمل جدا، رهيب جدا. استنى جزء جديد على حرب من الجمر، من الانميات المميزه جدا واللي ما شفت منها كثير صراحه في عالم الانمي. كذا تحس ان شخصيتين قاعد يتقاتلون، يلا انا بجيب نوبوناغا اللي سوى الهواي في اليابان، انا بجيب مدري مين نص ابو نص شنب، انا بجيب مدري ايه. تحس ان في تحدي، كل واحد يجيب شخصيات عظيمه في الانمي هذا. طيب خلنا نسمع منك، انت جبت انمي يعتبر جديد، انا برجع مره ورا في عام 1998. الانمي هذا يعتبر انميات الكلاسيكيه اللي تشوف انمي كلاسيك وفيه أشياء كذا في المستقبل، فضاء ما فضاء. أنمي يعتبر من أحد أفضل الأنميات الكلاسيكية بالنسبة لي، أنمي كابوي بيبو. الأنمي هذا التحريك الموجود فيه يعني يكفي إنه من استديو ماد هاوس، إيش تبي أكثر من كذا؟ يعني الأنمي هذا تعني فضول أشوف الأنمي هذا، من أنا بالنسبة لي أشوف إني مطبل العمل زي عمل كابوي بيبو. يعني إذا أنا بتكلم في أنمي بتكلم عنه في جديد ذكر اللي هو جريت برتندر، الشيء العظيم في انمي جريت برتندر انه اعطونا كانه رسم كلاسيكي، والرسم الكلاسيكي هذا يذكرني بكابوي بيبو. فاذا انت شفت كابوي بيبو من ناحيه الاكشن موجود، من ناحيه الكوميديا موجود، من ناحيه التحريك موجود، من ناحيه القصه وحبكه القصه موجود، انمي كابوي بيبو بيستحق ان يكون في القائمه هذه بجد. نايس نايس، اهنيك والله، شوقنا اشوفه صراحه يعني، انا ما شفته من قبل، جاني فضول اشوف هذا. ابغى كنت تاكل ابغى اخليك كذا تروق تشوفه، تصدقني ما راح تندم. طيب وكذا يكون انتهينا من المركز الثالث، وخلونا نشوف المركز ما قبل الاخير، المركز الثاني. في عام 2014، العام هذا اللي فيه كمية انميات جدا عظيمة، لكن الانمي هذا بدعنا من ناحية الرسم الخاص فيه، بدعنا. اذا كنا نقول ان انمي درفترز وده انميات سكاي ليفل اخر، هذا برضو الانمي وده انميات سكاي ليفل اخر. طريقة الرسم فيه ممكن تشوفها في البداية الوان فاقعة، ممكن تشوفها شيء غريب، لكن صدقني استديو ماد هاوس ما يمزح. انمي نو جيم نو لايف، انمي يستحق الذكر
وبجدارة. أنا كنت محتار إني أحط الأول لكن بسبب أنمي هذا في ليفل آخر المركز الأول خليته المركز الأول الحالة. الأنمي ذو جيم نو لايف يستحق أن يكون يعني أنت تتكلم عن البطل هو وأخته, هذول الشخصيتين يعتبرون من أذكى وعباقرة شخصيات في عالم الأنمي. يمديك تصفها مع شخصيات العبقرية في عالم الأنمي, فما بالك من إنك قدامك ناس عندهم سحر عندهم قوة عندهم أشياء خارقة أنت تتفوق عليها بس بذكائك, تحاول تحكمهم بس بذكائك, شيء أسطوري يا رجل. يكفي في أعتقد عام 2018 أو 2017 في الأحوال هذه نزل له فيلم اسمه No Game No Life Zero. نزل هذا الفيلم مدة مؤقتة فقط, أخذ في موقع ماي إيميل لست المركز الأول كأحد أعظم الأعمال الأنمي في تاريخ البشرية. فعالم No Game No Life يستحق أن يكون موجود معنا في التوب هذا, وأنه يستحق مركز أعلى حتى من المركز الثاني. طيب ذكراي صراحة. بالنسبة لي في المركز الثاني يا جماعة الخير هو انمي يعني صراحة مميز جدا كقصة, ما شفت شيء من قبل مثله, انمي Attack on Titan او انمي هجوم العمالقة. للأمانة اشوفه يستحق يكون في هذه القائمة لانه عمل مميز. يعني ما شفت اعمال كثيرة مثل Attack on Titan, اوكي شفت اعمال كثيرة من انميات اخرى مشابهة مقاربة فيها مثلا النينجا صيادين القراصنة كل هذه حاجات, يعني في منها كوبي نسخ منها ثانية, بس Attack on Titan ما شفت منه هذه الشغلات. لذلك أنا أشوفه يستحق يكون في هذه القائمة, مو لأنه قصته مميزة جدا, لا لأنه فريدة من نوعها. يعني ما في شيء منها قبل ولا في شيء منها بعد على حد علمي على الأقل, هذا اللي أنا أشوفه. فأشوف أنه يستحق المركز الثاني وبجدارة. الكاتب قدر يوصل لي فكرة جديدة من نوعها وأتقبلها وأخذها واستمتع وتابعها. فالمركز الثاني عندي هجوم العمالقة. تقريبا ما في الأنمي واحد قريب من عنده اللي هو أنمي كابناري مو بعمالقة الزومبي, هذا ممكن أقرب شيء قليل جدا تلقى انميات وطلع بعد العمالقة. وحاول انهم يصبرونه قبل ما ينزل عمالقة السيزون الثاني من انتظار 4 سنين عشان anyway. هذا اللي يكون كذا انتهينا من المراكز الأربع الأولى, يبقى لنا مركز واحد والأخير. وأتمنى أبو خليل ما يكون نفسي لأني ما أدري وش المركز الأول بالنسبة له, هو ما يدري وش المركز الأول اللي حطيته الحين أنا بالنسبة لي. فأنا ما علي منك, خلونا نشوف. طيب حاجة وطنقص عشان ما نحرق على بعض. واحدة وثلاث من واحدة واحدة حاجة ورقة مقص. أنا أبدأ مهزوم. لا اللي فوز يحدد. تفضل. الأنمي راح أتكلم عنه أنمي أنتج في عام 2004. الأنمي هذا صعب إنك تقول له إنه مجرد أنمي. الأنمي هذا فلسفته وقصته وواقعيته توديك لعالم آخر بعيد جدا. أنمي ما فيه خيال ما فيه فانتزي, أنمي واقعي بحت لكن قوة قصته والفريدة من نوعها تخليك تنجذب للأنمي هذا. أيوة. لدرجة إنه في جامعة أمريكية, يعني كلام ياسر البراك, هذا كلام منقول من ياسر البراك. أيوة. والعهد على الراوي قولتهم. في أحد الدكاترة في الجامعة الأمريكية يأخذون الأنمي هذا كمرجع لهم في المذاك نفسه وفي النص هذا في التخصص هذا. الأنمي هو طبعا ما قلت لكم في عام 2004 أنمي مونستر. إن شاء الله إنه هو نفسه. بس مبسوطك حقا. أوكي كويس. أنمي مونستر هذا يستحق أن يكون أحد أعظم الأنميات الفريد من نوعه. صعب جدا أنك تجذب قصة واقعية بحتة وتخليها أحد أفخم الأعمال في عالم الأنمي. تتكلم عن التلاعب النفسي الموجود في القصة هذه, تتكلم عن نوعية شخصيته وبناء الشخصيات الموجود فيه, تتكلم عن الفيلن, تتكلم عن انتو مين واحنا مين, مين الشرير في الموضوع, مين صاحب الفكرة الأساسية في الموضوع. يعني ننهي الأنمي بنهاية مفتوحة ويخليك تتعلق بقصة عميقة وأسطورية زي كذا. أنمي مونستر يستحق أن يكون المركز الأول. طيب يا أبو خليل. والله يعني كان هم الجدير والذكر بالنسبة لي, إذا أنا قلتها خلاص أمور طيبة. فبالنسبة لي المركز الأول وبلا منازع, نعم هو مش أنمي أكشن ولا هو أنمي رومانسي ولا هو أنمي حماس ولا هو أنمي في أي حاجة, لا أنمي فريد وكذا شاطح. أقسم بالله يعني أنا أحس أن الأنميات كلها قاعدة تتوجه كذا, هو كذا قاعد يمشي, ما هو معطي الأنميات أي اهتمام مختلف تماما. أنمي دكتور ستون أو دكتور الحجر زي ما يقولون. للأمانة يعتبر بالنسبة لي من أكثر الأنميات الفريد من نوعها. يعني فكرتها غريبة صحيح, لكنها انت تتابعها تقول ايش حقا قاعد تتابع, فهمت؟ بس انك مستمتع يعني قاعد طالع كذا ما تنوخش شو تصدق واو. لا بس انه
والله يا اخي ترى هي فهمت الحلقه اللي اوكي الحلقه اللي بعدها يعني يجذبك ما تدري شلون. انا ما بقول انمي هذا يعني خارق للعاده لا، لكنه جد جد قدر يصنع عالم فريد من نوعه بالنسبه لي. عشان حطيتها الاول بلا منازع، اشوفه يستحق المركز الاول بلا اي منازع في عالم الانمي كله كانمي فريد من نوعه. يعني اللي نافسه كان الفيلم كرتون مش انمي، يعني فيلم كرتون سواء امريكان ذاك حق بس مختلف يعني فكرته تماما. ذاك كان يقول لك العالم الحصري العصر الحجري كفرات كذا، هذا قاعد يقول لك تخيل العالم الحجري العصر الحجري قاعد يطبق فيه التقنيات اللي احنا قاعدين نستخدمها حاليا، كنا ما بين العالم الحجري والواقع. هذا اقوى ما في هذه القصه وما يخليها مميزه بالنسبه لي، واشوفها تستحق المركز الاول بكل جداره. دكتور ستون خاصه قالوا فخم ستون وورد عالم الحجري يخرب بيتك صراحه. يقول كذا انتهينا من مراكز خمسه بالنسبه لنا احنا، وخلنا نشوف الانميات الجديره بالذكر اللي علاقه ما دام ما ذكرناها في التوب 5 لازم نذكرها في الحلقه هذه، فخلونا نشوف الانميات الجديره بالذكر. من الانميات الجديره بالذكر القصه فريده من نوعها وخاصه، وكان مفروض اني احطها في التوب هذا الاول لاني انا ما كملت الانمي هذا، لكن يستحق ان يكون موجود. انمي موشيشي، اللي شافوا الانمي هذا يعرفوا ليش انا لازم احط الانمي موشيشي من الانميات الجديره بالذكر. من الانميات الجديره بالذكر اللي كنت اتمنى احطها في هذه القائمه لكن اشوف الانميات الثانيه اكثر منها، انمي ديث نوت يا جماعه الخير انا اشوفه يستحق، لانه كان يعني بالنسبه لي على الاقل اول ما شفته كان نقله نوعيه بالنسبه لي في عالم الانمي، ويمكن كثير من الناس تخلوا في عالم الانمي بسبب الفكره المميزه والغريبه حقت ديث نوت. فنعم يعتبر من الانميات الجديره بالذكر بالنسبه لي ديث نوت، واكيد كلكم تعرفونه ما يحتاج حتى نقول اسمه معروف لا يعرف. من الانميات الجديره بالذكر ورسمها اللي يوديك لعالم اخر من الفخامه والخيال الموجوده فيها، انمي بايرت ايفرغاردين. الانمي هذا برضو يستحق يكون من الانميات الجديره بالذكر. ومن الانميات الجديره بالذكر ايضا وكنت ناوي اقوله في هذه القائمه، انمي ساينس جيت او ساينس جيت اسمه صعب بس انه ساينس جيت اي تونا شايفينه صراحه يعني هو فريد من نوعه والله حرام ما حطينا اي يعني هو فريد من نوعه لانه صراحه الطريقه اللي طبق فيها فكره الزمن كانت خرافيه ومجنونه بكل ما تعني المعنى، فاشوف يكون جدير الذكر كان ودي احطه والله في القائمه. انا شلون نسيت ساينس جيت؟ يستحق والله ساينس جيت يستحق وبقوه، انمي جبار اللي ما شافه اقول انت فتره كثيره بتشوفه صراحه يستحق يخش في المراكز الخمسه ما ادري شلون نسيت ساينس جيت. وايضا احد الانميات اللحسه اللي ما تدري وين ربك حاطك فيه، احد الانميات العظيمه بالنسبه لياسر براك الشخص اللي اشتقنا له بشكل كبير، سلسله مونغاتري. سلسلة مونغاتري سلسلة طويلة جدا، كذا صعب انك تفهم سلسلة بدون ما تروق تاخذ كوب شاي وترقص معها، فسلسلة مونغاتري تستحق ان تكون موجودة كقصص فريدة من نوعها. ومن القصص الفريدة من نوعها والتي تستحق تكون في هذه القائمة بالنسبة لي، ما بتكلم عن سلسلة كاملة، بتكلم عن جزء واحد من هذه السلسلة بالنسبة لي اشوفه كان فريد من نوعه ورهيب اللي هو فيت زيرو صراحة. من سلسلة فيت ككل، سلسلة فيت بشكل عام بس انا فيت زيرو بالذات وبالاخص هو احلى جزء في سلسله فيت بالنسبه لي لحد الحين شفته. من بين سلسلات فيت كلها فيت زيرو كان هو الاجمل، فانا اشوف يعني اللي بيشوفه بالحال السلسله كامله حقك بتشوفه انت، بس انا اقول لك بالذات هذه اذا كنت ما تبي تشوف سلسله فيت كامل هذا الفيت فيت زيرو بالذات لا تفوته، يستحق يكون من القائمه هذه وهو فريد من نوعه الامانه، يعني فكرته جديده وغريبه جدا نوعا ما. واخر انمي معنا من الانميات الجديره بالذكر هو انمي جريت بريتندر اللي انتج في عام 2020 اللي تكلمت عنه يوم تكلمت عن كوبوي بيبوب. انمي جديد يعتبر من الانميات الجديده لكن بطابع كلاسيكي بحت، يستحق ان يكون من القصص الفريده من نوعها ومع السلطه الموجود فيها يوديك عالم اخر. ويكون كذا انتهينا من الانميات الجديره بالذكر، وننتقل لاخر فقره معنا في التوب 5 تصويت الجمهور على تويتر والانستغرام. اما الان عندنا في المركز الرابع في تصويت التويتر يا معاذ من اخذ معنا انمي ساينس جيت بنسبه تصل الى 14%، يستحق يكون في التوب 5.
طيب يا مخيل ما شلون 17 بس يلا اوكي المعنى في قلب الشعر. في المركز الثالث اخذ بنسبه 26% انمي مونستر. للامانه يستحق تصويتكم صراحه عجبني. يعني انا توني شفت تصويت ما كنت ادري عنه قبل الحلقه لكن الحين توني شفته صراحه عجبني. اهنيكم تصويتكم منطقي جدا وجميل جدا فيعطيكم الف عافيه صراحه. واما بالنسبه للمركز الثاني بتصويت قريب جدا من مونستر بنسبه تصل الى 28% اخذ الانمي العظيم سلسله جوجو. يستحق ان يكون في التوب هذا صراحه. ما ادري شلون سينا انا والله ما شفته. انا ما شفت جوجو فلا تلوموني صراحه. لوموا هذا كيف انا ما يدخل. انا ما كملت. انا ما يدخل. انا ما شفت جوجو فما اقدر احكم عليه. وفي المركز الاول يتربع على العرش الانمي الاسطوري الرهيب الفريد من نوعه وبحق وصراحه اهنيك وعد تصويتكم انمي دكتور ستون بنسبه 33%. انا اشوف صراحه تصويت عادل جدا ويستحق دكتور ستون للامانه من الانميات الفريده من نوعها جدا. ف خذوا لايك بعد خذوا لايك مني مره ثانيه وخذوا لايك مني مره ثالثه برضو على هذا التصويت صراحه يستحق دكتور ستون من الميات الرهيبه والمميزه جدا وفريده من نوعها. ونشكركم دائما على تفاعلكم معنا في الانستغرام وفي تويتر واتمنى برضو تكتبوا لنا ارائكم للتوب 5 القادم او بالاصح لحلقات التوب 5 القادمه عندنا تحت تعليقات اليوتيوب. وبرضو نتمنى يكون عنوان التوب 5 القادم والعنوان التوب 5 اللي راح تقترحه ما قد جاء من قبل يكون التوب 5 جديد عشان نقدر نتحمس فيه ونعطيكم ارائنا فيه. فما نطول عليكم اكثر كذا وصلنا لنهايه الحلقه الجميله هذه. نتمنى نالكم على اعجابكم ورضاكم وكما عودناكم نقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناه لايك والشير ونشوفكم على خير. الانمي هذا يسحق يكون من الانميات الجديده وذكر وبدعت والله حبيبي ايش جديد وذكر هذا المركز الثاني في الانميات تستحق يكون في المركز الخامس في الانميات يكون جديد وذكر تكفى سعود طلع له الحلقه تكفى طلع له الحلقه طلعها.